يا اخو السلام عليكم. اليوم نوريكم ملعب 5 جويلية، راك فاهم؟ احفظ هذا الفيديو عندك ودير جام وتبع معايا. شوف انت راك هنا في خروبة، تخرج من الباب تلقى البيس ديريكت الداخل تاع بن عكنون. هذا البيس تاع بن عكنون قدم عنده كما راك تشوف، هاني صورت لك بن عكنون سعيد حمدين الرويسو. وخروبة اللي رانا فيها ركبت تخلص 5000 بلاصة من خروبة لبن عكنون 5000. ركبت كما راك تشوف، هاو الكوافير معوج لي كاع الموسطاش هنايا. المهم زير وجهك وما تحلبش، رد بالك على صوالحك، عندك كاش ما يطيحولك دراهم ولا حاجة ولا تليفونك. وأهم شيء دعمني في الانستغرام، الانستغرام هو الصح، أموال واحد يولي عنده مدخول ويزوج بيه، راك فاهم؟ وصلت هنايا بن عكنون، هذه هي التيرمينيس تاع بن عكنون، افهم معايا مليح. شوف انت كي توصل لبن عكنون عند البراكه هذه، دور على يدك اليسرى تلقى البيس تاع القبه بن عكنون شوفالي بني مسوس، تركب 5 دقائق تقول له حطني عند سان جوي يحطك كيما راك تشوف، ما يطولش ليه. ها وين كيما راك تشوف، اقطع الطريق حبه حبه تخلص 2.5 البيس الزوج 2.5، تقول له حطني عند 5 جويليه يحطك، ها يحطك عند 6، تطلع منها هاي الدخله نتاعو. والناس اللي تحوس ترجع تهبط شويه، تلقى واحد البراكه تاع لابوليس تهبط شويه تحت برك، تستنى البيس يجي تاع بير خادم، يديك البير خادم وبير خادم تركب التافوره. ان شاء الله نكون فدتكم. على كل حال كان معكم عباس فلوق، ما تنساوش دعموني في الانستغرام يا اخو، والعاصمه نوريها لكم زنقه زنقه. هيا سلام، تهلاو في رواحكم.